بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط، أهلا بكم في درس جديد، وعنوان النهاردة هنتكلم على What do you do؟ ماذا تفعل؟ Writing. Read about Cali's dream job. اقرأ عن الوظيفة الحلم الخيالي اللي عاوز يحققها في المستقبل. Answer the question. People always ask me What do you want to be when you grow up؟ الناس بتسألني انت عاوز تكون ايه لما تكبر. I tell them I want to be a teacher، عاوز اكون مدرس. Then they ask me why، لماذا؟ Well my parents are teachers، معلمين. And they are very happy with their jobs، سعداء في وظيفتهم. My father teaches math at a college، ابويا بيعلم رياضيات في الكلية. And my mother teaches at a primary school، بتدرس في المدرسة الابتدائية. But I want to be a science teacher، انا عاوز اكون مدرس علوم. At a high school، في المدرسة الثانوية. I am really interested in chemistry and physics، أنا مهتم بالكيمياء والفيزياء. I like to do experiments، أحب أقوم بتجارب علمية. I like to help my younger brother with their homework، أنا بساعد إخواتي الصغار في واجباتهم. So I think I can be a good teacher، ممكن أكون مدرس كويس. When I explain things to them، لما أشرح لهم الأشياء، they usually understand، بيفهموا. A teacher job is important but education is important، وظيفة المعلم مهمة لأن التعليم مهم. It is a difficult job sometimes، أحيانا بتكون وظيفة صعبة. But it is a rewarding when students learn from you، ولكن بتكون ذات قيمة وذات مثمرة لما الطلبة يتعلموا منها. What does grow up mean؟ معناها إيه؟ Become an adult، يكون إيه؟ بالغ. Why does Khaled want to be a teacher؟ ليه خالد عاوز يكون مدرس؟ His parents are teachers and they are happy with their jobs، وسعداء بوظيفتهم. What does Khaled want to teach؟ Why؟ هو عاوز يدرس خالد ولماذا؟ He wants to teach science because he is interested in chemistry and physics، هو مهتم بالعلوم وعاوز خصوصا الكيمياء والفيزياء، وعاوز and he likes to do experiments، بيحب يقوم بتجارب علمية. Why do you think he says it is difficult job sometimes؟ ليه بتعتقد ان هو بيقول الناس انها وظيفة صعبة؟ because each student is unique، كل طالب حالة فريدة من نوعها. This means he must pay close attention to each student، لازم يهتم بكل يدي اهتمام لكل طالب. He must use many approach، يستخدم طرق متعددة. And to meet specific student needs، يعني ليلبي احتياجات الطلاب الخاصة. او ممكن احنا نقول يا شباب ان المهمة طبعا ان ايه، تعليم الانسان صعب. Mankind أو man education is very hard، أيوة تعليم الإنسان من أصعب ما يكون يا شباب. Why what do you think rewarding mean؟ معناه إيه؟ satisfying أو pleasing، يعني شيء مرضي أو مثمر أو مسعد. ننتبه يا شباب لجزئية طبعا الروابط، إحنا قلنا عندنا في من الروابط because يا شباب توضح السبب، يعني معناها لماذا، يعني بيجي بعدها السبب يوضح. اقول لك ايه، I want to be a pilot، عاوز اكون طيار. Because I am interested in planes، انا مهتم بالطيارات. يبقى السبب ان انا عاوز اكون طيار ان انا مهتم بالطائرات. طيب في رابط اسمه so يا شباب، اللي هي معناها ولذلك، وده بيجي قبليه سبب وبعديه نتيجه. يعني بقول زي هنا I am interested in planes، انا مهتم بالطائرات. So I want to be a pilot، عاوز اكون طيار. وقلنا يا شباب قبل كده ان العلاقه بين سو وبيكوز علاقه عكسيه، يعني احنا لو بدلنا الجمل هنا في الجمله الاولى بتاعت بيكوز هنجيب سو، ولو بدلنا الجمل هنا في سو هنجيب بيكوز. فالعلاقه بينهم علاقه عكسيه، لان دي نتيجه وسبب، وهنا سبب ونتيجه. طبعا يا شباب بنستخدم يوز اند تو كونكت سيميلر ايديا، بنستخدم اند دي معناها لربط الافكار المتشابهه. But to connect contrasting idea، but تستخدم لربط الأفكار المتناقضة. I really like chemistry and physics، أنا بحب الفيزياء والكيمياء والفيزياء. But I don't like history، ولكن لا أحب إيه؟ التاريخ. تمام؟ طيب يا شباب، هنا طبعا بقولك اكتب عن your dream job. واحد احنا جايبين مثال، مثلا my dream job is to be a chemist، أكون كيميائي، أو بتيجي برضو بمعنى الأحيان صيدلي. ليه بقى؟ Why I like this job، ليه بحبها؟ to find new discoveries in health care and medicine، عشان اكتشف اجد اكتشافات في الصحه العامه والطب. to make the cure for all disease، اصنع ادويه لكل الامراض. those are threatening families، اللي بتهدد حياه العائلات. to be able to help these people get better، اساعد الناس انهم يكونوا في افضل صحه.
طيب why I think I can do this. ليه أعتقد إن أنا ممكن أقبل الوظيفة دي. I really care for learning about medicine. أنا مهتم فعلا بالتعلم الطب. طيب what thing I don't like about it. إيه الحاجة اللي أنت ما بتحبهاش. Chemist is very long career. يعني الصيدلي أو الكيميائي هي له مسيرة عملية طويلة. لو انتقلنا يا شباب إلى الدرس اللي بعديه، ايه الرابط بين واي وبيكوز؟ قلنا شاب واي بسأل بيها عن السبب reason، ولما بجاوب عليها بجاوب بيكوز معناها بسبب. why is he taking a nap؟ ليه بياخد قيلولة؟ because he is tired، هو تعبان. why do you want to stay home؟ ليه عاوز دنك في البيت؟ because it is cold and rainy، الجو برد وممطر. يبقى why بسأل بيها عن السبب وهي معناها لماذا، فبجاوب لأن أو بسبب. اتكلمنا على بيكوز والسو، قلنا يا شباب بيكوز بتربط السبب والسو بتقول لنا على الكونسيكوينسز والريزالت. اهي هي از تيكينج ا ناب بيكوز هي از تايرد، تعبان. هي از تايرد سو هي از تيكينج ا ناب. طيب يا شباب بيقول لك رايت ا كويتشن تو ماتش ذا انسر يوز جوب فروم ذا بوكس، استخدم وظيفه من السبب. عندي اركيتكت مهندس معماري، شيف اللي هو طباخ، دكتور طبيب، فلايت اتندنت مضيف او مضيفه جويه، ميكانيك ميكانيكي، تيتشر معلم. قلنا يا شباب لما نيجي نسأل في المضارع، طبعا بسأل واحد انت عاوز تكون ليه، فبسأل يا شباب واي وبحط does مع he وشي او do مع you وthey. why does he want to be an architect؟ ليه عاوز يكون مهندس معماري؟ because he likes to design houses، بيحب يصمم بيوت. why does he want to be a mechanic؟ ليه عاوز يكون ميكانيك؟ because he is interested in cars، مهتم بالسيارات. why does she want to be a teacher؟ because he likes to work with the children، تحب انها تتعامل مع الاولاد. why do you want to be a flight attendant؟ عاوز تكون مضيف جو. ليه؟ because I like to travel to meet people، اسافر وقابل الناس. وخلي بالكم يا شباب اي في الاجابه تتحول ليو في السؤال والعكس صحيح. why does he want to be a chef؟ ليه عاوز يكون طباخ؟ because he likes to cook. طب يا شباب طالما لقيت does في السؤال لازم الفعل اللي بينزل نحط له اس او اي اس زي ما اتفقنا قبل كده مع هي وشي وات. why do you want to be a doctor؟ ليه عاوز تكون طبيب؟ because I want to help sick people، بحب اساعد الناس المرضى. نحط يا شباب so او because he is interested in computer، هو مهتم بالكمبيوتر. so he want to design software، عاوز يصمم برامج حاسب. we are studying، احنا بندرس، يبقى اكيد because we have a test in history tomorrow، عندنا اختبار في التاريخ بكره. he wants to be a carpenter، عاوز يكون نجار. because he likes to build houses، هو بيحب يبني البيوت. he want to be a lawyer، عاوز يكون محامي. so he is studying law in at university، بيدرس القانون في الجامعة. she wants to be a nurse، هي بتكون ممرضة. because she want to help sick people، حاول تساعد ناس المرضى. the car has a problem، السيارة فيها مشكلة. so the mechanic is checking it out، الميكانيكي بيفحصها. the children are not going to school today، مش رايحين المدرسة. because it is Saturday، النهاردة السبت. I like my neighborhood، بحب الحي أو الحارة حاجة. ليه؟ because it is quiet، هادئة، and the people are friendly، والناس طيبين وودودين. طبعا بيتكلم بيقول لك اختار بعض الاسماء يا شباب هنا لنا اصدقائك مثلا وايه الوظائف بتاعتهم. يعني مثلا منى عاوز تبقى دكتور، ليه؟ السبب help sick people. نادا teacher I like to work with the children. طب ايمان مثلا chef like to cook. سارة dentist عاوز تكون طبيبة cure people. وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم ويحفظكم كل سوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. See you next lesson.